بتجهزي طبعاً أو بتصوري حالياً مسلسل جديد لرمضان إن شاء الله 2020، كلمينا عنه. لا هو مش لرمضان، هو 45 حلقة وحيتزعل إن شاء الله كمان شهر. هو مسلسل صعيدي عن رواية بنت القبائل، ولسه أسماء مؤقتة لحد دلوقتي، ما تعملش ولا اسم يعني أخير. فيست دعواتك إنه يبقى حاجة حلوة. فريق العمل اللي معاكي أستاذ عمرو عبد الجليل، أستاذ محمود عبد المغني، أستاذ محمد رياض، أستاذ منة فضالي، هجر الشرنوبي، يا رب ما كنش نسيت حد. مش أول مرة تعملي صعيدي، ويعني ما شاء الله بتتقني اللهجات أيا كانت بقى، صعيدي فلاحي كل حاجة. أجمل حاجة في التمثيل إن أنت بتعمل شخصيات بتكبر وبتصغر، بتدخل بتتكلم لهجات مختلفة، ممكن تطلع يعني مش من بلدك، مش مصري أساسا، يعني بتعبر عن كل البشر ايا كان هما مين. بس السعي بعد كده يا حنان مش كده؟ هندي والله شكلي يجيب ممكن.